هاي علامة الوزن البارحة طلعت دعاية انه المتظاهرين متجاوزين على المحلات ويقولوا لهم انه تبصون 15,000 يلا تبصون. اشرح لنا الفكرة هذول مين من مدسوس ومن قال؟ انا ما اتفقان بالسوق بالنسبة لك اكو واحد اجى ابتزق وقال لك اعطيني 15,000 ربي يحفظكم وقوم تعالوا ما درت الا اخوك ان شاء الله حياكم الله. هاي جاي تشوفون جاي نلتقي بالمحلات واصحاب المحلات اللي هاي بالسنة مبسطية. هاي نوجه لك علم ووردة. اكو احد مبارك هنا؟ اكو احد قال لك تعطي 15,000 يلا تبسط هنا؟ قوم تعاونك ما ذلت وكل احنا اخوتك. بدو القلبك ربي اكو احد فايقك؟ قال لك تبسط؟ اكو احد متزق قال لك اعطيني 15,000 يلا تبسط من المتظاهرين؟ اني جيت لمحلك لقيت فيه نقص هاي الفترة كلها. فدوا قلبك وقوم تعاونت ما ذلت وكل احنا اخوتك. ربي يحفظكم. هذا مصطفى الرافدين. خلال الاعتصامات تقريبا 7 أشهر من بداية الثورة لحد الآن ما نسمح لأحد يقعد يمه أصلا. مدة 7 أشهر احنا حريصين أكثر من غيرنا على هذا المصرف.